بهذا الفيديو بدي احكي عن احد المكونات او الويدجت الاساسية اللي رح نستخدمها دائما وبشكل مستمر لحتى نعرض ونكون عناصرنا بداخل تطبيقنا. وهذا الويدجت اسمه Container Widget. اذا كنت جديد هون فانا اسمي عمار مبرمج وبشتغل من النمسا، فخلونا نبلش. شو هذا الكونتينر ويدجت؟ للاشخاص اللي عندهم خبرة سابقة بالبرمجة والتصميم حيكون الكونتينر ويدجت بيشبه كتير الديف. فينا نقول هو عبارة عن صندوق او بوكس فينا نستخدمهم ونحطهم باي مكان على الشاشة، وفينا نحط بداخلهم عنصر فرعي واحد بس او بالانجليزي child. على سبيل المثال فينا نحط بداخلها صورة او نص او اي شيء تاني حابين نعرضه على شاشة التطبيق، وفينا كمان هذا الكونتينر ننقله بسهولة هو وكل شيء بداخله. خلونا نروح لفلتر دوكيمنتس لنتعرف اكتر عن هاي الويدجت. فلتر دوكيمنتس مهم كتير ورح تحتاجوه كل مرة بدكم تستخدموا ويدجت جديد، فنصيحتي دائما بلشوا هون لما بدكم تعرفوا كيف الويدجتس بتشتغل. رح نروح لفلتر.dev ومن الدوكيمنتس رح نروح للويدجتس كاتيجوري. رح اترك الرابط بصندوق الوصف. كنا سابقا شفنا واشتغلنا مثلا على هاي الويدجت اسس وايمج، واليوم رح نشوف هذا القسم layout، وهون رح نلاقي كل الويدجت يلي رح تساعدنا على ترتيب وتنسيق عناصر تانية بداخلها وتساعدنا على توضيع عناصر على شاشة التطبيق. في داخل هذا القسم حنلاقي نوعين من layout: single child layout widgets و multi child layout widget. وهذا لانه في layout نقدر نحط بداخلها مكون او widget واحدة مثل صورة واحدة او نص واحد، وفي layout تانية بنقدر نحط فيها اكتر من widget مثلا اكتر من صورة او صورة ونص وايكون. بهذا الفيديو بالفيديو القادم رح نحكي ونشرح كل هدول layout لنتعلم كيف فينا نرتب العناصر على شاشتنا. الويدجت اللي رح نتعلمها اليوم هي الكونتينر ويدجت. رح نفتح هاي الصفحة. اذا قريتوا هون رح تتعلموا كيف بتشتغل هاي الويدجت. اوكي، هلأ واحدة من الاشياء المذكورة هون هي هاي containers with no children try to be as big as possible. بالعربي يعني الكونتينر يلي ما في بداخله عناصر تانية او children رح يتمدد ويغطي كل المساحات الفاضية قد ما بيقدر. وهذا بالضبط يلي صاير وشايفينه هون. عنا كونتينر يلي هو حاليا عم يحاول يغطي كل المساحات الفاضية حواليه لانه هو حاليا فاضي وما فيه شيء. لحتى نشوف ونتأكد خلونا نعطي هذا الكونتينرز لون. بداخل الاقواس تبع الكونتينر رح اضغط انتر وراح اغير اللون تبعه باستخدام color property الخاصة بهاي الكونتينر widget. خلونا نعطيه اللون الابيض مثلا colors.white، واذا ضغط حفظ راح يعمل hot reload ومنشوف انه لون كامل الشاشة صار ابيض، مع العلم انه نحنا كنا حطينا لون للخلفية اللي هو هاد، والسبب لهذا الشي لانه الكونتينر تبعنا عم يغطي كل المسافات الفاضية المتوفرة على الشاشة. هذا الشي بس لما يكون فاضي، هاي نقطة أساسية. حاليا الكونتينر فاضي وما في بداخله child property. خلونا نشوف شو راح يصير إذا حطينا بداخله child. بمساعدة child property راح نحط text widget ونكتب مثلا hello world. خلونا نضغط حفظ. مباشرة مثل مشايفين الكونتينر صغر كتير وصار بحجم فقط النص يلي حطيناه بداخله، يعني صار الكونتينر بحجم الشايلد تبعه يلي هو عبارة عن نص. مثل مشايفين حاليا النص ماله واضح ومخفي شوي خلف زوايا الموبايل. خلونا نشوف كيف ممكن نخلي المحتوى يلي رح نحطه على الشاشة بعيد عن كل هالزوايا وعن المسافات المخصصة مثلا للوقت او رمز البطارية وهيك شي. في ويدجت مخصصة لهذا الشي فينا نستخدمها اسمها Safe Area، وكل شي رح حطه بداخل هاي Safe Area ويدجت رح يصير بشكل تلقائي بداخل الجسم الأساسي للتطبيق وبعيد عن القائمة العلوية تبع الموبايل. رح حط هلأ الكونتينر ويدجت تبعنا بداخل Safe Area ويدجت. مثل ما تعلمنا رح نحط مؤشر الفارة بداخل الكونتينر ورح أضغط على هاي اللمبة ورح أختار من القائمة Wrap with a new widget، وبشكل تلقائي راح يحط لنا الويدجت اللي كنا مأشرين عليها بداخل ويدجت جديدة
وحطها كعنصر مفرق بمساعدة child property. هلأ رح نغير هاي الوجد ورح اكتب الوجد اللي اسمها save area. الاس والاي احرف كبيرة، رح اعمل حفظ وهيك رح نشوف انه الكونتينر تحرك لتحت وصار داخل الجسم الفعلي للتطبيق وبعيد عن قائمة الموبايل العلوية. هاي هي شغلة save area widget. هلأ شو ممكن لسه نساوي مع هذا الكونتينر؟ فينا كمان نغير حجمه، مثلا ارتفاعه وعرضه. اذا رحنا وضفنا بروبرتي جديدة بداخله يلي اسمها height او بالعربي الارتفاع، خلونا مثلا نعطيه القيمة 200 وخلونا نغير الوجد بالعربي العرض وراح نعطيه القيمة كمان 200. هلأ لازم يصير عنا مثل صندوق مربع ارتفاعه 200 بكسل وعرضه 200 بكسل. راح اعمل حفظ. مثل ما شايفين صار عنا صندوق مربع وبداخله child واحد يلي هو النص او التكست. هلأ اذا حبيت بعد الصندوق او الكونتينر عن حواف او اطراف الشاشة، فيني استخدم بهالحالة margin property، والمارجن بالعربي يعني حافة. راح اكتب margin احرف صغيرة وحط نقطتين هون. ولحتى استخدم المارجن بروبرتي لازم نستخدم ويدجت اسمها hinsets dot، ومثل ما شايفين عنا انواع مختلفة ممكن نستخدمها. فينا مثلا نستخدم all، وهذا بيعني اي قيمة راح احطها هون، على سبيل المثال 30 بكسل، فراح يتم ضبط وتحديد هاي القيمة لكل الاتجاهات الاربعة. وهيك صار عنا حواف بقيمة 30 بكسل على يسار واعلى ويمين واسفل الصندوق. خلونا نجرب شي تاني بقدر استخدمه مع هاي الـ Edge Insets. خلينا نقول انه بدنا نحط حواف او margin بس لأعلى وأسفل الكونتينر، فبهاي الحالة فيني استخدم Symmetric، وهلأ فيني حط بداخل القوسين كلمة Vertical يعني عمودي لفوق ولتحت، ورح أعطيه القيمة مثلا 100 بكسل. ولل Horizontal او الأفقي يعني لليسار ولليمين، رح اعطيه القيمة مثلا 20 بكسل. هلأ اذا عملنا حفظ رح نشوف فوق وتحت صار الحواف بعيدة بمقدار 100 بكسل، وعلى اليسار واليمين بمقدار 20 بكسل. خلونا نجرب نوع ثالث لل Edge Insets. فيني استخدم هاي From LTRB لحتى اعطي قيمة لكل طرف بشكل منفصل، Left Top Right Bottom، يسار اعلى يمين اسفل. خلونا نعطي يسار مثلا 100 بكسل، توب 10، رايت 50، باتم 20 بكسل. هيك بقدر اعطي كل طرف قيمة مختلفة. وراح اعمل حفظ بالضغط على كنترول اس وراح شوف التغيير. صار عندي على اليسار فراغ بقيمة 100 بكسل ومن الاعلى بس 10 بكسل. يمين واسفل ما بقدر هلأ شوفهم لانه حاليا ما في شي على يمين واسفل الكونتينر. في عنا لسه نوع واحد ممكن نستخدمه كتير يلي هو edge insets dot only. اذا حبيت اعطي قيمة بس لطرف واحد من الاطراف، على سبيل المثال فقط على اليسار بدي اعطي القيمة 200 بكسل. حفظ وهلأ رح شوف بس على اليسار صار عندي فراغ او مارجن. رح ننتقل لنقطة جديدة. خلينا نقول انه بدنا نحط مسافات او فراغات بين الكونتينر وبين اطراف الشايد يلي بداخله. يلي عنا هون هو التكست، فبهاي الحالة فيني استخدم بروبرتي تانية اسمها بادينج او بالعربي حشوة. يلي عنده خبرة سابقة بال CSS او بالويب ديزاين اكيد رح يكون اشتغل على المارجن والبادينج. خلونا نجربها. رح نكتب بادينج بروبرتي، وكمان هون بتتوقع منا نستخدم Edge Insets Widget، وبقدر كمان استخدم نفس الخيارات يلي استخدمتها مع المارجن، All, Symmetric, Only, From Left, Top, Right, Bottom. خلونا نعطيه قيمة واحدة لكل الاتجاهات الأربعة، مثلا 20 بكسل. راح أعمل حفظ. مثل ما شايفين صار عندي مثل حشوة أو فراغ بقيمة 20 بكسل لكل الأطراف بين الكونتينر وبين التكست. بشكل مختصر رح نستخدم المارجن لحط فراغات بخارج الصندوق او الكونتينر، ولافصل الكونتينر عن محيطه الخارجي.
وراح استخدم البادينج لحط فراغات بداخل الكونتينر وبعد العناصر الموجودة بداخله عن حوافه. وتذكروا الكونتينر بقدر اعطيه وحط بداخله بس تشايلد واحد، يعني مثلا ما فيني حط بداخله صورة ونص بنفس الوقت، هالشي ما راح يشتغل، لانه مثل مو مذكور بالدوكيمنتس تبع الكونتينر هاي الويدجت عبارة عن سنجل تشايلد. بالفيديو القادم راح نشوف كيف فينا نستخدم ونعرض أكثر من تشايلد سوا باستخدام columns and row widgets أو بالعربي الأعمدة والصفوف. فلا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه وتعملوا لايك. بشوفكم بالفيديو القادم. سلام.